بقى لمعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نعيش معاه لحظات التتويج لفريق السيدات وبعد الفوز بالدوري. اتفضل يا كابتن احمد. شكرا كابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام، والان مع لحظات التتويج والفرح الدائم في مسيره النادي الاهلي. ملكات الاهلي يتوجنا باللقب 26 في مسيره البطلات والملكات، والان تكريم من الكابتن خالد الوصي لحكام اللقاء كابتن رنا خالد وقبلهم كابتن محمد يحيى زكريا ومعاهم كابتن محمد سعيد في تقليد دائما وابدا ينتهجوا الاتحاد المصري لكره السلة. كابتن أحمد الفلكي مراقب المباراة، وأيضا تكريم وصور التذكارية تجمع بطاقم التحكيم مع الكابتن خالد الأوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. مليون مبروك للملكات وحظ أوفر لملكات الإسكندرية نادي سبورتنج اللي قدم مباراة رائعة دائما وابدا. نادي سبورتين نادي من الاندية العريقة في كرة السلة، لكن اليوم يتوجنا البطلات بالتتويج. لو زمايلنا الاعزاء بس نسمع الملعب حتى نعرف الجوائز الفردية. تكريم لجنة الاحصاء اللي امدتنا بالاونلاين الستاتس او احصائيات المباراة على اونلاين. تكريم لجنة الإحصاء ضحى عصام وكابتن محمد وكابتن بيبو وكابتن مريم، ده الرباعي اللي كان متواجد النهارده في لجنة الإحصاء سواء كان في الملعب أو على الأونلاين. تقليد جديد يجريه الاتحاد المصري لكرة السلة في المباريات النهائية دائما وأبدا. حبيت تتابع احصائيات هتلاقيها اونلاين على موقع الاتحاد. كابتن محمد، كابتن مريم، كابتن ضحى وكابتن بيبو تم تكريمهم من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة. ما زالت لاعبات او ملكات النادي الاهلي يحتفلنا بالتتويج، ودلوقتي هنشوف كابتن محمد مراسم التسليم الجوائز. كابتن محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتكريم لميرال أشرف. ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي أفضل ثلاث نقاط، هدافة الثلاث نقاط ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي ميرال أشرف، وتكريم في الجوائز الفردية من قبل الراعي الرسمي أفضل ثلاث نقاط أو هدافة الثلاث نقاط ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي. هذه أولى الجوائز الفردية ميرال أشرف. الجائزة الثانية هنشوف دلوقتي من سيحصل عليها، هي في العادي بتبقى الـ MVP أو أفضل لاعب في البطولة. سوريا طبعا الملكة اللي بنتمنى لها عودة سريعا إن شاء الله إلى الملاعب. نادين سلعاوي وتكريم آخر لإحدى ملكات كرة السلة بالنادي الأهلي. هنشوف نادين سلعاوي أفضل هدافة. نادين السلعاوي أفضل هدافة في مباريات البيست أوف 3 هي نادين سلعاوي، تكرم من قبل كابتن أيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والراعي الرسمي. مبروك لنادين، مبروك لميرال. ميرال هدافة الثلاثة بونت، نادين سلعاوي أفضل هدافة في المباريات. الـ MVP في انتظار الـ MVP أو أفضل لاعب في المباريات. كابتن محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة هو من سيسلم الـ MVP. الـ MVP إلى من؟ هل ستكون إلى رنيم؟ أنا شايف كده لاعبات النادي الأهلي رنيم فعلا زي ما قلت لحضراتكم، الـ MVP هي رنيم الجداوي، البرج العالي للنادي الاهلي في الريباوند والبرج العالي في السكند شوت للاعبات النادي الاهلي. رنيم الجداوي احتكار دائم للجوائز الفرديه للنادي الاهلي. رنيم جداوي MVP او افضل هدافه او افضل لاعبه في المباريات، افضل هدافه هو نادين السلعاوي، والبيست
والافضل 3 بوينت لميرال اشرف تتسلم الجائزة من قبل الكابتن محمد فتحي. ملكات النادي الاهلي احتكرنا الجوائز الفردية، نادين سلعاوي افضل هدافة، ميرال اشرف هداف الثلاث نقاط، والام في بي او افضل لعبة في البطولة هي الرنيم الجداوي. مبروك لبناتنا، الف مليون مبروك للرنيم، الف مليون مبروك لنادين، الف مليون مبروك لميرال اشرف. الاحتفال ما زال مستمر وسنستمر معكم اعزائي المشاهدين في نقل الاحتفالية للنادي الاهلي. والان مع تتويج المركز الثاني، لكن خلينا بس قبل التتويج، اعتقد المركز الثالث هو نادي هليوبلس اللي حصل على المركز الثالث، وكان تقابل مع النادي الاهلي في صاله برج العرب وفاز النادي الاهلي بنتيجه 3-0، وتقابل نادي سبورتنج مع نادي الجزيره وفاز ايضا بنتيجه 3-0. القياده الفنيه الكوتش عماد محمود زي ما حضراتكم شايفين، يتم تقليد لاعبات نادي سبورتنج بالميداليه البرونزيه والمركز الثاني. كابتن محمد ايهاب محسن وكابتن ايمن علي اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله في تقليد المركز الثالث والميداليه البرونزيه للجهاز الفني ولاعبات نادي هليوبلس. مبروك لبنات هليوبلس حصولهم على المركز الثالث بقياده كوتش عماد محمود. صوره تذكاريه للميداليه البرونزيه. يتواجد على الماسوره الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، والكابتن واعضاء مجلس اداره الاتحاد، ويتواجد ايضا كابتن خالد مرتجي من صندوق النادي الاهلي عضو مجلس اداره. سيلفي من جايده خالد مع الفريق، سيلفي الانتصار، سيلفي البطوله. والان مع تتويج نادي سبورتنج بالمركز والميداليه الفضيه، المركز الثاني والميداليه الفضيه. ريم موسى، نادين ياسر بالترتيب كده، ريم موسى، نادين ياسر، نورهان فؤاد، منار ايهاب رقم اربعه، وراها جينا حلمي، الدكتوره جينا حلمي، ثم هاله مصطفى،